وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم بنات عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيجي مجانين الكروشيه وتشوكو. ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي ما تروحيش هنا ولا هنا، ايه الحصري دايما عندنا؟ والناس اللي زعلت من غرده الليله السوداء، انا بهزر يا جماعه، ايه يا ببلاوي انا بهزر، ما فيهاش حاجه، ما بتهزروش ولا ايه؟ طيب للناس اللي زعلت من اسم الغرزه اللي فاتت، النهارده جايبه لكم بقى غرزه حلوه قوي، يعني انا حسيتها كده ايه، الشجر الناشف بقى ورور، حاجه تفاؤل اهو عشان محدش يزعل. الغرزه حلوه قوي وليها استخدامات كتير، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها ركن للكنب، ليها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زر احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها، وكومنت حلو برده عشان ايه، بحب اتدلع. ما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل. اخوتنا النهارده هيمالاي ابري داي وابره رقم 4، هعمل عده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو باسم بتحب كروشيه. طيب تعالي اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليها هتعرفي الطريقه بتاعتي. تمام، انا دلوقتي هعمل مجموعه من السلاسل من غير معدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سنتي. عملت سلاسل بطول حوالي 15 سنتي. تمام، هنبتدي الغرزه بتاعتنا على الطول بقى، هحدد اخر سلسله وقفت عندها. تمام، واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. الثلاث سلاسل دول بنسميهم سلاسل الارتفاع وبنحسبهم ايه، اول عمود، واخد لفه اخش في السلسله الرابعه اللي انا حددتها، اعمل العمود الثاني لفه في غرزه جديده، اعمل العمود الثالث. يبقى كده ابتدينا غرزه بتاعتنا بثلاث عواميد، منهم الثلاث سلاسل بتوع ايه، الارتفاع. تمام، هاخد 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام، هفوت 3 سلاسل، 1 2 3، وفي الرابعه اخش فيها واعمل حشو. بالشكل ده، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، هفوت غرزه وفي اللي وراها اعمل حشو. بالشكل ده، بعدين اخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، هاخد لفة افوت 3 سلاسل من تحت، 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة اخش فيها اعمل غرزة باف من 2. ادي كده 1 لفة في نفس الغرزة، دخل الابرة واطلع الخيط، ادي كده 2. عندي كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5. اخد لفة اطلع حلقات كلها الا حلقة الاساسية، بقى عندي حلقتين لفة من حلقتين. بالشكل ده تمام، وبعدين اخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، افوت 3 غرز من تحت، 1 2 3، وفي الرابعة اخش اعمل فيها حشو. بالشكل ده تمام، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، هفوت غرزة واحدة وفي اللي وراها اعمل حشو. وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، اخد لفة افوت 3 سلاسل من تحت، 1 2 3، وفي الرابعة اخش فيها اعمل غرزة البف من 2. ادي 1 لفة ودخل في نفس الغرزة وطلع الخيط. تمام، عندي كام حلقة؟ 1 2 3 4 5. لفة اطلع حلقات كلها الا حلقة اساسية، ولفة اطلع ايه، الحلقتين، واخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، هفوت 3 سلاسل من تحت، 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة اخش فيها اعمل ايه، حشو. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، هفوت غرزة واحدة وفي اللي وراها اعمل حشو. تمام، وبعدين 4 سلاسل، انا هكتفي بالعرض ده كعينة. انا ابتديت الغرزة بتاعتي ب3 عواميد، منهم ايه، سلاسل الارتفاع، هاخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، واخد لفة افوت 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين من السلسلة الرابعة اعمل ادي اول عمود. بالشكل ده
لفة في غرزة جديدة، العمود التاني لفة في غرزة جديدة، ادي العمود التالت بالشكل ده، وادي شكل الغرزة بتاعتنا. تمام. انا اتبقى معايا كام سلسلة زيادة، وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزيادة في صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو في طريقة فك السلاسل الزيادة ديت بكل سهولة. على فكرة الناس اللي بتقولي الفيديو مفهوش طريقة فك السلاسل، هي هو فيديو غرزة. تمام. في اخر السطر الاولاني هتلاقوني بفك السلاسل ديت معاكو. تمام. يعني فرجوا على اول بس ايه اول سطر، هتلاقوني بعد كده زي كده ما خلصت اول سطر معاكو. تمام. هيفك معاكم السلاسل ديت في نفس الفيديو. تمام. وكده ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسم على 3 زائد 2 ولا بتقبل القسم على 5 زائد 1 كده يعني. تمام. السطر الجديد بقى هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3 والف الشغل ثلاث سلاسل اكنهم اول عمود. تمام. واخد لفه، مش بخش في اول غرزه، بخش في الغرزه اللي وراها هنا واعمل العمود الثاني لفه، وفي العمود الثالث في الغرزه بتاعته اعمل ايه، اخش في الغرزه بتاعته واعمل العمود الثالث بالشكل ده. تمام. وبعدين اخد ايه اربع سلاسل، 1 2 3 4 واخد لف. هنا كان في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل، ما نجيش هنا بقى الفراغ بتاع الاربع سلاسل، هنا في حلقه اهو الفراغ بتاع الثلاث سلاسل، هعمل اخش فيها اعمل غرزه بف من 2، ادي 1 ادي 2. تمام. لف اطلع حلقات كلها الا حلقه اساسيه ولفه من الحلقتين. تمام. وبعدين اخد 2 سلسله، 1 2. تمام. واخد لفه في نفس الفراغ اعمل غرزه بف من 2، ادي 1 ادي 2. تمام. لفه واطلع حلقات كلها الا حلقه اساسيه ولفه من الحلقتين. تمام. واخد 2 سلسله، 1 2 في نفس الفراغ برضو اعمل غرزه بف من 2، ادي 1 ادي 2. يعني في الفراغ واحد رحت عامله ايه غرزه تلاتة غرزه باف من 2، ما بين كل غرزه وغرزه 2 سلسله. تمام. وبعدين اخد اربع سلاسل، 1 2 3 4، هاجي هنا في غرزه الباف الغرزه بتاعتها، اخش في الغرزه بتاعتها واعمل حشو بالشكل ده. تمام. واخد اربع سلاسل، 1 2 3 4، واخد لفه، هاجي هنا في الفراغ بتاع ايه الثلاث سلاسل اكرر اعمل ايه، ادي غرزه بف من 2، ادي 1 ادي 2. تمام. لفه اطلع حلقات كلها الا حلقه اساسيه ولفه اطلع ايه الحلقتين بالشكل ده. وبعدين 2 سلسله، 1 2، واكرر اخد لفه في نفس الفراغ اعمل غرزه بف من 2 بالشكل ده. تمام. واخد 2 سلسله واكرر اخد لفه وبرده غرزه بف في نفس الفراغ من 2 بالشكل ده. تمام. واخد اربع سلاسل، 1 2 3 4، هاجي هنا عند غرزه البف اخش في الغرزه بتاعتها واعمل حشو واربع سلاسل، 1 2 3 4، واخد لف، اجي هنا في الفراغ برضو اخش اعمل ايه تلات غرز باف وما بين كل غرزة وغرزة 2 سلسلة، ادي 1 اول غرزة باف 2 سلسلة في نفس الفراغ، ادي 1 ادي 2، ادي كده تاني غرزة باف 2 سلسلة، وادي تالت غرزة باف. تمام كده. وبعدين اربع سلاسل، 1 2 3 4، واخد لفه، هاجي هنا في ايه التلات عواميد اخش فوق اول عمود اعمل عمود لف فوق تاني عمود اعمل تاني عمود لفه، هنا في ايه سلاسل الارتفاع اخش في السلسله الثالثه واعمل العمود الثالث وكده انتهينا من السطر التاني. بص الغرزة حلوة ازاي. السطر التالت بقى هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3،
كده كأنه اول عمود، وفوق تاني عمود اخش في الغرزة بتاعته اعمل العمود التاني لفة، وهنا فوق العمود التالت اخش في الغرزة بتاعته اعمل العمود التالت بالشكل ده. وبعدين اخد 4 سلاسل، 1 2 3 4، واخد لفة. هنا كان في ايه غرز البف، هاجي في الغرزة اللي في النص التانية تمام، واخش فوقيها واعمل غرزة بف من 2، ادي 1 ادي 2 تمام. لفة اطلع حلقات كلها الحلقة الاساسية ولفة من 2 الاتنين تمام. ده تكرار السطر الاولاني تمام. وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، هاجي هنا في فراغ وبعدين في حشو وفي فراغ، هخش هنا في الفراغ الاولاني اعمل حشو بالشكل ده. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، هخش في الفراغ التاني هنا واعمل حشو بالشكل ده تمام. وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، اخد لفة هنا غرز البف، هاجي عند الغرزة التانية هنا واعمل غرزة بف من 2، ادي 1 ادي 2 بالشكل ده. وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، اجي هنا في الفراغ ده اخش واعمل حشو. وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، اجي في الفراغ التاني هنا اللي بعد غرزة الحشو اعمل ايه حشو. وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، اجي هنا في غرزة البف التانية عامل بف، ادي 1 2 4 سلاسل، 1 2 3 4، هلاقي هنا الكنار اعمل ايه 3 عواميد فوق كل عمود عمود، ادي العمود الاولاني لفة فوق العمود التاني اعمل العمود التاني لفة، فيه هنا سلاسل الارتفاع اخش فوق السلسلة التالتة واعمل العمود التالت. والشغل بعد كده كله تكرار، ونطلع بالطول اللي احنا عايزينه. واجي بعد ما طلعت لكم كام سطر بغرزة عشان تبان بص شكلها حلو ازاي، شكلها حلو وسهلة وبتطول بسرعة، والبنات المبتدئة يعملوها بكل سهولة. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ومفيدة. ولو عجبتكم ورشة النهاردة ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مرة تتابعيني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.